بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين. قلنا من فوائد هذا الحديث مشروعية النصح لولاة الأمور والأمراء والحكام والوزراء، لكن طريقة أهل السنة والجماعة أن يكون النصح بالسر. قال عليه الصلاة والسلام: إيش حنشوف لي شاحن؟ من أراد أن ينصح لذي سلطان فليأخذ بيده، لاحظوا، ولا يبديها علانية، هذه الثانية، فإن قبل منه وإلا أدى الذي عليه. فليأخذ بيده كناية عن الإصرار، ولا يبديها علانية، يعني أكد ذلك، ثم إن لم ينتصح فأنت أديت الذي عليك. ومن الغرائب أن البعض ينتسب للسنة، السنة السنة، ويعظم النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جاءت القضية في قضية الأمراء والحكام في حاجة في النفس، جبلة النفوس على مقارعة السلاطين والأمراء والحكام، يقول لك والله أبو سعيد الخدري فعل، فلان كذا من السلف. إذا كان ابن عباس لما قيل له أبو بكر وعمر يحرمان المتعة، متعة الحج، قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، فكيف تقدم قول غيره؟ وحديث أبي سعيد الخدري في هناك لفظة في البخاري: يتعمد أصحاب الهوى في مناصحة الحكام تركها، يروغون عنها كروغان الثعالب. جاء في لفظ قال: فخاصرته، من المخاصرة، وهذا كناية عن ايش؟ عن الإصرار. فهذه كل الأحاديث تدل على ذلك. تقول: ما نستطيع أن نصل إليهم، بيننا وبينهم حجاب. إذا كانت الصلاة قائما تسقط عنك، تصلي جالسا، إذا كان الصيام في المرض تتركه ركن من أركان الإسلام، فمن باب أولى قضية النصح. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا، ولهذا الأمر مرت فترة علينا في هذه البلاد شغبوا على علماء الأمة. لماذا؟ قالوا: ما ينكرون. لماذا موجود المنكر الفلاني والمنكر الفلاني والحفلة الغنائية والفلان؟ هذا جاهل والضال الذي يقول هذا. لماذا؟ لأنه ليس من مهمة العلماء منع ايش؟ يا جماعة، هل من مهمة العالم الشيخ عبد الزنباز بن عثيمين والفوزان يترك الحرقة ويشيل العصا ويمنع المنكر؟ هذه مسؤولية العالم؟ العالم يناصح. ولذلك قيل بالشيخ بن عثيمين، قال: ما هو بضروري كلما ناصحنا جينا أخبرناكم، ما هو بضروري. تنتهي مهمة العالم بالنصح. ولذلك في رسالة للشيخ بن عثيمين اسمها فتنة المجلات، خطبة جمعة، رسالة صغيرة، قديما كانت تدخل بعض المجلات اللي فيها صور الممثلين والممثلات متبرجات، فقال الشيخ في الخطبة، وهي خرجت كتاب موجود اكتب رسالة فتنة المجلات تجد للشيخ بن عثيمين، واصل خطبة جمعة، قال: أنا لا أقول لماذا دخلت البلاد هذه المجلات، هذا أقول لولي الأمر، أنا أقول لك أنت لماذا تدخلها بيتك؟ هذا فقه العلماء الربانيين. لماذا؟ لأن الإنكار على الولاة علنا والحكام والأمراء يملأ القلوب بالشحناء والبغض، ويوم من الأيام يخرج الناس بسبب ذلك.
ولذلك قال عبد الله بن عكيم رضي الله تعالى عنه: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما شاركت في قتل عثمان. قال: أنت شاركت في قتل عثمان؟ قال: كنت أعد ذكر معايبه من المشاركة في قتله. نحن ما نخاطب أهل البدع، مخاطب الذي يدعي السنة ومقصر الثوب واللحية ويقول كتاب وسنة كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. هذا فهم سلف الأمة، هذا أنس في الصحيحين فهم سلف الأمة. قيل له: ألا تناصح عثمان في أمور اجتهد فيها عثمان؟ قال: ألا ترون أني لا أناصحه؟ والله لقد ناصحته، لكنني لا أفتح بابا للشر أكون أول من فتحه. قال الحافظ ابن حجر: يقصد الإنكار جهرا، وفتح هذا الباب وقتل من جراء ذلك عثمان رضي الله تعالى عنه. هل يدخل فيها الوزراء والأمراء؟ نعم يدخل فيها. مقتل عثمان ما سببه؟ أصل فتنة عثمان إيش؟ ها؟ لا، أصل الفتنة، أصل الفتنة جاءوا يشتكون أمراءهم، لاحظتم؟ جاء البعض يشتكي أمراء اللي ولاه عثمان، فأمروا بعزل هؤلاء الأمراء. عثمان رأى من المصلحة ليس عزلهم، وإن كان هناك عزل لكن ليس مباشرة، لأنه مو كل ما وتولى واحد أمير يجي واحد يقول والله ما عجبني، جمع ثلاثة أربعة خمسة من جماعته وقال والله أنا بيك تعزل هذا الأمير، فتكون سنة جاهلية أو سنة فارسية. ففتنة عثمان بدأت في هذا، والله ما نقولها ذلك تقربا وزلفا، والله نقولها ديانة، وبيننا وبين المخالف كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما تقول كتاب وسنة كتاب وسنة، الذي يخالف في البدعة ويحتفل بالمولد فكذلك من يخالف في أصل السمع والطاعة. قال البربهاري: إذا رأيت الرجل يدعو لولي الأمر فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يدعو لولي الأمر فاعلم أنه صاحب بدعة. هذا البربهاري في القرن السادس. وقال فضيل بن عياض: لو كانت لي دعوة مستجابة، يعني لو قيل له لك دعوة مستجابة ما دعا لنفسي بالجنة؟ قال: لدعوت فيها للسلطان. وجاء بعض التابعين يشتكون لأنس الحجاج، وتعلمون من هو الحجاج، ما قال سووا مظاهرات، ما قال سووا الربيع العربي طالبوا بحقوقكم، ما قال، قال: لا يأتي عام إلا والذي بعده، اصبروا، لا يأتي عام إلا والذي بعده شر، سمعته من نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. هذا اليوم الفقه، هذا الأدلة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم، من أطاع أميره في صحيح البخاري فقد أطاعني، ومن عصى أميره فقد عصاني، من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية. هذا يسمى اليوم عند الخوارج وقعدية الخوارج يسمى المرجئة، هؤلاء مرجئة الحكام. والله يخشى على من يقول هذا، يخشى عليه إسلامه، أن يسلب إسلامه. لماذا؟ لأن من الذي قرر هذه العقيدة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. تتهمه بالإرجاء؟ من الذي قال في صحيح البخاري: من أطاع أميره فقد أطاعني، ومن عصى أميره فقد عصاني؟ من الذي قال للأنصار: سوف تلقون بعدي أثرة، والأثر الاستئثار بالشيء الذي لك فيه حقوق؟ قالوا: من أصر أصلها؟ قال: اصبروا. أظنها ما كلمنا النبي صلى الله عليه وسلم لا باللاتيني ولا بالفرنسي ولا بالفارسي، اصبروا. قال: كيف لو ولوا عليكم من يسألون حقهم
ويمنعون حقكم، يسألون حقهم من السمع والطاعة والخضوع للأنظمة والتعليمات، لكن يمنعون حقوقكم. قالوا من صلى الله عليه وسلم؟ قال أدوا إليهم حقهم، والحديث البخاري، واسألوا الله حقكم. هذا كل ما ذكرت لك لا يخرج عن البخاري ومسلم، 100 حديث في هذا الباب، تواتر معنوي. مع ذلك رحم الله الشيخ محمد عبد الوهاب عندما قال من تمام الاجتماع في الدين السمع والطاعة لمن ولاه الله أمر المسلمين، وقد بين الله ذلك بيانا شافيا كافيا يفهمه عامة الناس من وجوه شتى شرعا وقدرا. فأصبح هذا الأصل لا يعرف عند من يدعي العلم، يعني عند أبو لحية كبيرة دكتور أستاذ يقول لك هذه عقيدة المرجع، هذول عابد السلاطين، هذول علماء السلاطين، لا يعرف عند من يدعي العلم، فكيف بالعمل به؟ هذه الأصول وإن تكلمنا فيها ونزيد ونعيد فيها، لماذا؟ لأنها من الأصول. ولذلك لا يتكلمون عن الفواحش في كتب العقائد، ولا يتكلمون عن التبرج، ولا يتكلمون عن الغيبة في كتب العقائد، ولا يتكلمون عن السرقة وأكل أموال الناس. لكن لن تجد كتابا واحد من كتب عقائد أهل السنة إلا وتجد فيه هذا الأصل، لأنه أصبح من شعار أهل السنة السمع والطاعة على جور الحكام، ومن شعار الخوارج عدم الصبر والخروج يكون بالكلمة. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لو أن رجلا أدخل المنكرات إلى بيته واللهو والأغاني والحفلات وقال لأولاده وجيرانه، قال لي ما هو بعاجبه يدق راسه بألف جدار وجدار، أنت يا صاحب المنكر هذا هل ترغب أن يأتيك بعض من أهل الخير ويقول لك حرام واتق الله وترى اليوم دنيا وآخرة، ترى هؤلاء أهل بيتك تتعلقون في رقابك يوم القيامة، ولا تبغى من يجلسون في الاستراحات وفي أماكن العمل فلان فعل فلان أدخل فلان ديوث فلان أدخل في بيته جاب المطربة الفلانية فلان جاب الرقصة الفلانية، أيهم تحبون؟ مناصحة في حق ولي الأمر أعظم. والعامة تقول كل شاة معلقة في عرقوبها، ولاة الأمور إذا عدلوا يثيبهم الله، وإذا ظلموا يحاسبهم الله يوم القيامة. نحن نعرف يقينا أن هذه النصوص ثقيلة على البعض. لماذا؟ لسببين. السبب الأول أن الناس تربت هنا في بلادنا خاصة 40 سنة على خلاف هذا العصر، والفطام صعب، صعب أنك تفطم الناس تنقلهم من حال إلى حال، أصعب شيء الفطام، لأن الطفل الرضيع بعد 2 سنين من الحليب صعب. فكذلك لما جلسوا الناس 30 سنة 40 سنة يتعودوا الكلام على المنابر، فصعب أنك أنت تقنعهم بهذا. لكن من كان يريد الله شيخون من كان يريد الله والدار الآخرة سوف يأخذ بهذه النصوص. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية كلاما عظيما، طبق هذا الكلام على نفسك، قال كل من يخالف أصل من أصول أهل السنة والجماعة تجد عنده بغض ووحشة في قلبه لسماع نصوص هذا العصر. أعيد، كل من يخالف منهج أهل السنة والجماعة في أصل من الأصول تجد عنده وحشة ونفور من أن يسمع النصوص في هذا العصر. اليوم أصحاب الموالد والبدع والطرق الصوفية
إذا قلت من أحدث في أمرنا من عمل عمل ليس أن كل بدعة ضلالة يغضب. لماذا؟ لأن تخالف ما تربى عليه. الرافضة لو قلت أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، وذكرت فضائل الصحابة وتلوت عليهم الآيات يغضبون، لأن هذه النصوص تخالف العصر الذي تربى عليه. وأنت كذلك إذا وجدت في نفسك نفور ووحشة في قبول هذا الأصل من أصول أهل السنة والجماعة، فاعلم أنك مخالف من أهل البدع.